اهلا بيك في قناة بيتي بالعربي، ولو دي اول مرة تشوف القناة اهلا بيك في بيتك التاني. مكملين في سلسلة Electrical Stimulation، وفيديو النهاردة هيكون بيتكلم عن تيار مهم قوي قوي وهو Interferential Current. واول حاجة كده، بما ان الاسم طويل مش هتلاقوه دارج بالاسم بتاعه، هيكون دارج بالاختصار، والاختصار بتاعه هيكون IFC. اما بقى لو حضرتك بتشتغل في لندن او الهند فهتسمع الاختصار IFT. تعالوا مع بعض نبدأ فيديو النهاردة بأن احنا هنترجم الاسم ترجمة حرفيا، لأن هي أحيانا بتكون المفتاح. معنى اسم Interferential Current هو التيار التداخلي، فاحنا لازم في الأول نفهم هو اتسمى كده ليه. ببساطة شديدة، لأن احنا جبنا تيارين هما الاتنين ترددهم متوسط، وسمحنا ان يحصل بينهم عملية تداخل علشان يطلع لنا تيار جديد صفاته بس ان هي تكون تردد قليل. هنا بقى انت لازم تسألني سؤال مهم قوي. احنا قبل كده شرحنا تيارات كتيرة قوي، منهم تنس وفايدك وتاير ديناميك وتيارات كتيرة قوي غيرهم، وكان كلهم ترددهم قليل وليهم تأثير فعلا كويس على الحالات. فاحنا ليه اصلا نعمل عملية ونتكلف كل الوقت والمجهود ده علشان نجيب نتيجة هي اصلا عندنا، ولا هو حشو مناهج وخلاص؟ الحقيقة ان التيار ده فكرته لذيذة قوي ومهمة، وشخصيا اعرف مراكز كاملة 90% من شغلها مبني على التيار ده بس، وبجد جايب نتيجة حلوة مع الحالات. فتعالوا نفهم مع بعض فكرته. مبدئيا كده، قاعدة خدوها في حياتك يا دكاترة، ان طول ما الشيء اللي معانا ده اتعمل له بديل يبقى اكيد كان فيه عيب، وعيب كبير قوي. طيب احنا كده لازم نفهم هو ايه عيب اللو فريكونسي كارنت او التيارات اللي ترددها قليل. تعالوا كده نرجع مع بعض الحاجة شرحتها لكم قبل كده. قلنا زمان ان في علاقة عكسية بين التردد والمقاومة، او اللي احنا ساعتها شرحناها باسم معوقة الجلد. او بطريقة ابسط نقدر نقول ان التيار اللي تردده قليل قوي بيلاقي مقاومة كبيرة جدا في جلد الانسان وهو بيحاول يخترق، وبالتالي ان ده بيعمل احساس مش مريح للحالة. فكان لازم العلماء الكبار بتوعنا ان هم يعملوا المجهود ده علشان عملية التداخل تتم، وبالتالي انا اكون كسبت ميزتين. اول ميزة ان انا الميديم فريكوانسي ده بيعمل احساس مريح للحالة، ودي حاجة مهمة قوي لان العلاج الطبيعي والطب عموما مبني على البيشنت ساتسفاكشن. ولما استخدم الميديوم فريكوانسي ده علشان اطلع تيار التردد بتاعه يكون قليل، اكسب ميزه تانية وهي الديبر بينتريشن، او ان التيار ده يقدر يوصل لاعماق كبيره، وبالتالي انا اكون خدت ميزه التو كارنتس دول وحققت احسن نتيجه. دلوقتي انتوا يمكن فهمتوا الفكره لكن مش متخيلين الفروق قوي، فتعالوا نتكلم بالارقام. اخر بيبر يا دكاتره اتعملت عن الموضوع ده، جابوا هما تيار التردد بتاعه كان 40. تخيلوا المعاقه والمقاومه اللي لقوا الجسم بيريزيست التيار بيها 4000، لكن لما حاولوا ان هم يزودوا 10 بس، يعني هم زودوا من 40 ل 50 اللي هي بالنسبه لنا احنا حاجه صغيره قوي، لقوا ان المعاقه دي قلت 800، يعني بقت 3200. فانتوا متخيلين الارقام عامله ازاي؟ تعالوا نجمع كل اللي قلناه علشان نفضل مركزين. يبقى اول ما يجي قدامي سيره الاي اف سي، سواء بقى في شغل او حتى وانا داخل الامتحان، هفتكر ان كلمه انترفرنشال دي اصلا معناها تداخلي. يبقى فكرتها بمنتهى البساطه، جبت تيارين علشان يطلعوا لي تيار تالت يكون تردده قليل. وده انا بعمله ليه؟ علشان اطلع تيار نهائي يكون احساس مريح للحاله، وفي نفس الوقت يديني عمق اكبر. علشان نكون وصلنا لمستوى حلو قوي من الفهم، لازم نكون عارفين ايه الويف فورمز اللي احنا استخدمناهم علشان نطلع التيار ده. فاول حاجه كده، هل التيارين اللي احنا استخدمناهم دول شبه بعض؟ هقول لك ده هما زي بعض بالظبط، يعني هما الاثنين alternating current وشكلهم sinusoidal. وانت لو مش فاهم معنى كلامي دلوقتي، انا شرحت الجزء بتاع الويف فورمز ده في فيديو بسيط جدا وبكل التفاصيل، هسيب لك اللينك في الديسكربشن وفي اول كومنت. في معلومة كده كلنا عارفينها في الفيزيكس، تعالوا نراجعها مع بعض. احنا عارفين ان احنا لو سمحنا للتيارين يخرجوا في نفس الوقت، او اللي احنا ممكن نسميهم بمصطلح سينكرونس، اللي هيحصل ان التيار اللي ناتج هيكون مجموعهم طبيعي، اتقابل القمة مع القمة والقاع مع القاع، يبقى الناتج هيكون مجموعهم. هل ده اللي حصل معانا في الاي اف سي؟ لا، احنا اللي حصل ان احنا مطلعناهمش في نفس الوقت، وده احنا بنسميه destructive interference، يعني المحصلة بتاعتهم كانت الطرح. والدليل ان احنا عمالين نقول ان انا جبت تيارين ترددهم متوسط والناتج كان تردد قليل، لوجيك. انا شرحت الجزء ده ليه؟ علشان لما تسمع معلومة ان التيارين دول زي بعض بالظبط ما تخمنش ان هما كمان هيكونوا ليهم نفس التردد، لان انت بعد ما فهمت الجزء البسيط اللي انا لسه شرحه ده هتكون عارف ان هما الاثنين لو ليهم نفس التردد هيلاشوا بعض والمحصلة تبقى زيرو، فيبقى ما عملناش حاجة. لكن لما اقولك دلوقتي بعد ما فهمت الجزء ده ان مثلا واحد فيهم هيكون تردده 4000 والتاني 4100، هتكون عارف ان التيار الناتج تردده 100 وده لو فريكونسي، يبقى احنا العملية بتاعتنا نجحت.
اخيرا بقى الجزء العملي، ان انت هتلاقي الرقم الكبير الثابت اللي هو مثلا في الحالة دي 4000، هتلاقي في الاجهزة باسم carrier wave frequency، والمية اللي هي الزيادة او التردد الناتج بيبقى اسمه peak frequency. ودي في معظم الاجهزة بصراحة احنا مش بنلاقيه، احنا بنلاقي minimum وماكسيمم، ودي هفهمك الفكرة بتاعتها حالا. هي كل الفكرة ان انا بخاف ان يحصل الحالة اللي انا بشتغل معاها دي accommodation، او ان الجسم يتعود على التردد ده وما يكونش بيعمل نفس التأثير. علشان كده كأني بقول للجهاز بلغتنا ان انت غير في التردد في رينج معين علشان الجسم يتعودش. احنا مش قلنا ان بيحصل عملية تداخل بين الاتنين تيارات دول؟ نسأل سؤال مهم قوي، هو التداخل ده بيحصل جوه الجهاز ولا جوه الجسم؟ لما تبدأ تدور على إجابة السؤال ده بتلاقيها غريبة شوية، لأن ده أول نوع تيار ويمكن آخر نوع هنتكلم عنه في الموضوع ده، إنه بيختلف في مكان الانترفيرنس أو التداخل اللي حصل على حسب التكنيك اللي انت بتستخدمه مع الإلكترودز. برضو يعني إيه؟ هقولك إحنا مع نوع التيار ده بنستخدم تو تكنيكس، يا إما باي بولر يا إما كوادري بولر. طب أنا بختار بناء على إيه؟ بمنتهى البساطة كده، بناء على المساحة اللي أنت عايز تعالجها. مساحة كبيرة استخدم كوادري، مساحة صغيرة وعايز بقى يكون الإفكت فوكس وكمان يكون في مسل كونتراكشن مثلا، فأنت محتاج أداء الجهاز يبقى مركز على نقط معينة، فكده أنت هتستخدم باي بولر. دلوقتي انت جاهز تعرف اجابه السؤال. انا لو بشتغل بتكنيك كوادري بولر، باين من الشكل قدامي ان في اكس، يبقى في مجال ومساحه ان يحصل فكره الانترفيرنس والتداخل جوه الجسم. اما في شكل الباي بولر فهو شكل فلو، التقاطع هيحصل فين والتداخل هيحصل فين. فطبيعي ان احنا نخمن ان انا لو بشتغل بباي بولر تكنيك الانترفيرنس هيكون حاصل جوه الجهاز. باقي لك معلومه واحده بس تعرفها علشان تكون حقيقي بروفيشنال في تظبيط بارامترز الجهاز، والحاجة دي هي انك بجد تكون فاهم هو ايه شكل المجال اللي قادر التيار ده يخلقه بين الالكترودز. مبدئيا كده لو تحب تقرأ عن الموضوع باستفاضة، ادخل بمنتهى السهولة على جوجل واكتب الجملة اللي موجودة قدامنا دي، Pattern of Interferential Area in IFC. ولو مالكش مزاج تقرأ مش مشكلة، ادخل على الامجز بتاع جوجل دي، حتى احسن وهتخليك تتحمس كده انك تفهم الموضوع اكتر. وللناس اللي مش عندها وقت تعمل كده خلينا نشرح لك الجزء ده. اول حاجه كده خليك عارف ان المجال ده زي معظم الحاجات اللي درسناها في حياتنا فيه منه نوعين، نوع ستاتيك ونوع دايناميك. خلينا نسهل الموضوع بمثال بسيط. العلماء لما اكتشفوا الستاتيك فيلد ده بداوا ان هم يسموه بكلوف ليف. ليه؟ لان هو كان شبه ورقه القرنفل بالظبط زي الصوره اللي قدامنا دي، لان هم العلماء لما شافوا شكل المجال ده لقوا ان هو عباره عن شبه ورقه نبات القرنفل كده مايله بزاويه 45 درجه، واتسمت ستاتيك عشان ما بتتحركش طبيعي. تعالى نربط الدنيا مع بعض بشكل ألطف كمان. هل الستاتيك فيلد ده ينفع ان هو يكون باي بولر ولا كوادري بولر؟ يعني مجال زي ده كده ثابت ومش بيعمل حاجه، يبقى طبيعي يبقى في الاثنين سواء مساحه صغيره او مساحه كبيره. بس برضو بما انه ستاتيك ده ما يلغيش فكره ان هو مش هيعرف يغطي مساحه كبيره بشكل كويس، يعني تاثيره مثلا على الباي بولر هيكون احسن بكتير قوي من الكوادري. لكن هل ينفع نستخدمه مع الاثنين؟ ينفع نستخدمه مع الاثنين. طيب تريك لذيذة وبسيطة قوي، امتى انا استخدم مع الحالة بتاعتي دي يكون ستاتيك ويكون كوادري بولر وانا عارف ان تأثيره قليل وعشان كده انا مش هشغلاه؟ طبيعي لما يكون الحالة اكيوت، لو الحالة معايا اكيوت ومحتاجة جهاز يكون التأثير بتاعها مايلد كده صغير، انا هستخدمه كوادري بولر ستاتيك. المجال التاني اللي هو طبيعي هيبقى دايناميك، ده هتلاقوه في الاجهزة باسم فيكتور سكان او فيكتور سويب، كلهم نفس الفكرة. فاكرين ورقة القرنفل اللي قلنا عليها من شوية؟ بعد ما كانت واقفة بزاوية 45، لأ هي هنا هتبقى بتعمل روتيشن ب 45 درجة، والاجهزة اللي جامدة قوي بتقدر تلف لحد 90. ده بقى اللي هتستخدمه مع كل الحالات الكرونيك، وده اللي هتشوفه في العيادة. وحتى لو نسيت كل انا عمال اشرحه ده واتمنى لأ، افتكر لي المعلومة دي انه هيكون دايناميك وكوادري بولر. ليه بقى؟ تعالوا احنا مش قلنا من شوية على كلوفر ليف اللي هو الورق بتاعة النبات بتاع القرنفل؟ تخيلوا بما ان ده كوادري بولر يبقى طبيعي عندنا كام ورقة؟ هيكون عندنا 4 ورقات. تخيلوها كده بشكل المروحة بتاعت البيت بس بورقة زيادة. فالحركة الروتيشن بتاعتهم هتبقى عاملة ازاي؟ دكاترة هيبقى شكلها كأنها دايرة، تخيل كده المروحة وهي بتلف بسرعة. نفس الفكرة، فهي هتستهدف المكان كله كأنها بتعمل سكاننج كده لمكان الألم، فهي بجد كويسة قوي. وبكده نكون خلصنا كل الأجزاء اللي هنبني عليها بعد كده البارامترز المناسبة لكل حالة. علشان وقت الفيديو ما يبقاش كبير هنختم فيديو النهارده بمعلومتين. المعلومه المهمه اللي فيهم ان الشكل اللي قدامنا ده اسمه ساكشن كاب الكترود، وده هتلاقوه في بعض الاجهزه، هو شكل كده مختلف من الالكترودز. كل الفكره بتاعته ان احنا بنجيبه وبنجيب سفنجه صغيره نبل لها ميه ونحطها جواه.
عايزه بجد اقول لكم وعن خبره ان نوع الالكترودز ده بجد حلو قوي مع الحالات، بيجيب افكت لذيذ. هي كل فكرة بتاعته انه بيعمل لي حاجه اسمها ريثميك نيجاتيف بريشر، او من اسمه هو ساكشن كاب، فبيعمل لي عمليه شفط خفيفه للجلد. طب ده بيفرق معايا في ايه في الحاله؟ طبيعي ان هو يعمل لي مساجنج افكت. الحاجه الثانيه ان هو بيعمل لي مايكروفازو دايليتيشن، بيجيب لي كميه دم المكان اللي انا شغال فيه ده، فبجد بينجز معايا لو الحالة اللي بشتغل معاها دي عندها اي شكل من اشكال الانفلاميشن. كمان اللي محدش هيقوله لك ان شكل الكب ده والكونتاكت بينه وبين السكن بيعمل لي ستيميوليشن للكوتينيوس تنسرينرز، فاكيد هينجز معايا في موضوع الالم. بالمناسبة كمان احب اقول لكم حاجة، هو الشكل بتاعه يدي ايحاء كده ان استخدامه سهل، بس بصراحة دي مش الحقيقة. يعني انا اول مره في حياتي اشتغلت اي اف سي دخلت لقيت شكل الالكترودز كده، انا ما كنتش عارفه اشتغل، لان صعوبته لو ما حصلش فكره السكشن دي وانت ما عرفتش تخليه يثبت على ظهر العين، انت مش هتبقى جايب اي افكت، وهو اصلا مريض مش هيبقى حاسس بحاجه. احنا هنثبته ازاي؟ اسهل طريقه هتنجز معاك خصوصا لو انت بتجربها لاول مره، هي انك تيجي عند المكان اللي بنوصل بيه الالكترود ده بسلك الجهاز، وتروح ضاغط ضغطه كبيره قوي، وبعدين تحط جواه السفنجه، وما تسمحش للكوب ان هو يرجع لحجمه الطبيعي غير على ظهر البيشنت. طبعا مش هننسى ان احنا نعمل الشكل كريس كروس علشان التداخل اللي بيحصل جوه الجسم. كمان ما تنسيش ان انت تعمل الموضوع ده بسرعه، يعني يا ريت ان يبقى معاك مثلا حد بينجز هو 2 كابس وانت 2 كابس، علشان الموضوع لو قعدت ان انت تحط واحد وبعدين التاني يفلت بجد بيبقى رزل قوي وبيطول معاك في الوقت. اخر معلومه في فيديو النهارده، ودي انا خليتها للاخر علشان هي معلومه بجد ملهاش لازمه، ولكن انا هقولها في حاله ان حضرتك طالب وهتدخل مثلا امتحان شفوي مع دكتور عنده نقص. لما تقرا كتير عن IFC وتدور كده وسط الكتب هتلاقي معلومه مستخبيه ان في نوع محدش بيسمع عنه من IFC اسمه ستيريو دايناميك. طيب هو ليه الدكاتره بتحب تسال فيه في الشفوي؟ لان احنا طول الترم بندرس ايه مع بعض؟ بندرس ان هو يا اما كوادري بولر يا اما باي بولر. يجي بقى يقول لك طب ما ينفعش يبقى عدد الكترودز اكتر من كده، ده الثغره الوحيده اللي احنا بنستخدم فيه 6 الكترود. وبما اني لسه قايله ان احنا بنستخدم 6 الكترود، انتوا كمان تقدروا تخمنوا احنا بنستخدم كام كارنت. احنا في فيديو النهارده عمالين نقول ان احنا استخدمنا 2، هنا بما ان هم 6 الكترود يبقى نتوقع ان احنا استخدمنا 3. المجال بتاعه زي ما انتوا شايفين كده الوحيد اللي ينفع يتقال عليه 3D، والوصف بتاعه 6 بيتلز فلاور، يعني ورده مكونه من 6 فروع. نيجي بقى للسؤال اللي يحير، 6 الكترود ده كتير، هيتوصل ازاي؟ مهما تحاول تتخيل او مهما كانت المساحه اللي انت هتشتغل عليها 6 ده كتير قوي، بس انت هتلاقي طريقه من 2، يا تعملهم واي شيب يا اما تعملهم مثلا 3 و3 على اساس انهم نجمتين. بس في كل الاحوال الموضوع مش عملي، بس انت كده عرفت كل التفاصيل علشان لو اتسالت عنه تكون فاهم. الفيديو الجاي بقى هنكون بنطبق كل الكلام اللي احنا شرحناه ده على الحالات بالتفصيل، وهتعرف ازاي تظبط الجهاز مع كل حال عشان تجيب احسن افكت. فما تنساش تعمل سبسكرايب علشان اول ما الفيديو ينزل تكون من اوائل الناس اللي بتشوفه. بكده يكون خلص فيديو النهارده، يا رب تكون انبسطت واستفدت بكل معلومه جديده عرفتها، ولو ده حصل ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب شير لكل اصحابك. ميرسي جدا جدا لوقتك.